طلب المنخرطين انهم كانوا طلبوا لقاء مع عبد الربي رئيس المكتب ديال الجمعيه. اذا الاجتماع بطبيعه الحال كان في ظروف جد مناسبه الحمد لله، والمنخرطين دائما هما البرلمان ديال الفريق اللي هو القاعده ديال هذا الفريق. اذا الحمد لله كان لقاء متميز وداز في ظروف جيده. اعطيناهم المنخرطين اللي جاوا، اعطيناهم الظروف اللي مر بها الفريق والحصيله اللي كانت في الموسم الماضي، وبطبيعة الحال التصور كيفاش غادي نسيروا هذه الازمه هذه. اذا خرج الاجتماع بتعيين لجنه، ما غاديش نقدر نبقى نكمل لكم حيت انا بدوري انني انا استدعوني وجيت وعطيت الحصيلة وشنو التصور. اذا خرج الاجتماع بتشكيل ديال واحد اللجنة، وكاين ناطق رسمي باسم برلمان الفريق اللي هو عطوه الصلاحية انه غادي يتكلم معكم الاخوان. هذا كيبين الا الشفافية اللي حلينا البيبان عليها، والسياسة اللي غادي تكون سياسة جديدة اللي غادي تفتح الباب امام جميع المتداخلين كيف ما جرت العادة. وكنقولها لا منخرطين لا جمهور لا قدماء لاعبين لا أي واحد باغي يعرف على شي حاجة الشباب ويقدم يد المساعدة، فباب شباب المحمدية دائما مفتوح لأصحاب النوايا الحسنة والشبابيين الحقيقيين. إذن شكرا. هو الاخ اللي غادي كما اخويا احنا كنا واقفين هنايا وكنا كنسمعوا واحد الضجيج، يعني واش هذاك ضجيج صحي؟ هذاك شوف هذاك ضجيج صحي الحمد لله. شوف سي خابه، كون ضجيج نضربوا بعضياتنا نغسلوا الصابون بعضياتنا، ولكن الحمد لله خارجين معانقين وضاحكين. داكشي اللي قلت لك اصحاب النوايا الحسنه. اذا اليوم عندي خلاف معك، حب الشباب فوق كل شيء، تعايرني ونسبك ونتعانق ونخرجوا حيت القلوب صافية والشباب غتبقى حية بولادها. وكنقولها وكنعاود نقولها، هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.